أضخم مشروع لنقل الغاز في إفريقيا خط أنابيب ناقلة يمتد على مسافة تصل إلى 5600 كيلومتر مروراً بنحو 11 دولة إفريقية. ينطلق من دولة بنين ويمر بتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، بالإضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا وسنغال وموريتانيا، ومن بعد ذلك المغرب الذي سيصدر عبره الغاز إلى أوروبا عبر إسبانيا. واتفق المغرب ونيجيريا على مد خط الأنابيب في عام 2016 بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وأمن الطاقة وإتاحة طريق لتصدير الغاز الإفريقي إلى أوروبا. وذكر المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن بالمغرب في وقت سابق من الشهر الجاري أن قرار الاستثمار النهائي حيال خط الأنابيب من المتوقع اتخاذه العام المقبل. ومن المتوقع أن تبلغ كلفة المشروع الذي تدعمه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إكواس نحو 25 مليار دولار، وأن تصل طاقته إلى 30 مليار متر مكعب سنويا، حيث ينقسم إلى ثلاث مراحل على أن يجري ربطه بالبنية التحتية القائمة. وقالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية ليلى بن علي في إحاطة لأعضاء البرلمان إن المرحلة الأولى ستكون في السنغال، موريتانيا والمغرب، وأضافت أنه تم الانتهاء من معظم دراسات الجدوى والدراسات التصميمية الهندسية إلى جانب العمل على تحديد المسار الأمثل للأنبوب. وكشفت الوزيرة أن ما تبقى يتعلق بمواصلة الدراسات التقييمية والميدانية ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع. ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع عبر سكايب من بروكسل محمد رجائي بركات، الباحث في الشؤون الأوروبية والدولية. أهلا بك أستاذ رجائي. أخيرا هذا المشروع يتحدث الآن المسؤولون عنه على الأقل في محطته قبل النهائية عن مرحلة قد يصل إليها أو قد يبدأ منها، بمعنى أن البداية ستكون من بلد الوصول. هل هناك أي أمال حقيقية بتجسيد هذا المشروع في ظل الحديث عنه لسنوات طويلة دون أن يرى طريقه إلى التجسيد الفعلي؟ في الواقع فيما لو نفذت أو ساعدت دول الاتحاد الأوروبي وخاصة الاتحاد الأوروبي الذي يريد استبدال الغاز الروسي بالغاز القادم من نيجيريا ومن دول أخرى أيضا، فيما لو قام الاتحاد الأوروبي بدعم هذا المشروع أعتقد أنه سيكون بالإمكان فعل ذلك. هذا المشروع ترى العديد من الأوساط أنه ليس فقط لمد إرسال الغاز وتمديد الغاز لدول الاتحاد الأوروبي عبر إسبانيا كما ذكرتم في التقرير، ولكن أيضا سيساهم في إعطاء جزء من هذا الغاز المار بأنابيب الغاز بالخط الغاز إلى دول التي يعبر منها، وهذا سيساهم في إحلال التنمية. ولكن التقارير تشير إلى أن هناك نوعا العديد من المشاكل فيما يتعلق بالتمويل. تم تأسيس شركات لهذا الغرض، بعض الدول خاصة الإمارات العربية المتحدة تحدثت عن تمويل ومساهمة في التمويل أيضا، فبالتالي هناك الكثير من المصاعب التي قد تعيق. وأيضا هناك خط آخر ينتهي بالجزائر، وطبعا هناك فكرة لربط بين الخطين نيجيريا الجزائر والخط الغاز الذي ينتهي في المغرب، فبالتالي ومن ثم مد هذا الغاز عبر البحر. أستاذ رجائي، بغض النظر عن الحاجة الأوروبية الملحة للغاز القادم من إفريقيا كبديل للغاز الروسي، هل تعتقد أن الظروف تساعد إنجاز هذا المشروع في ظل الحديث عن أكثر من 13 دولة كثير منها أو غالبيتها تعاني من مشاكل، ونحن نعرف ربما الظروف التي تكون دائما في البلدان الإفريقية خاصة مع النيجر على سبيل المثال؟ هناك مشاكل سياسية بين النيجر وبعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا، الانقلاب الأخير الذي حصل، فبالطبع ستكون هناك نوع من المشاكل السياسية التي قد تقوم بإعاقة تتسبب بإعاقة بناء هذا المشروع وتعطيله.
ولكن دول الاتحاد الأوروبي لديها مصلحة كبيرة، كانت قد تبنت مؤخرا دول الاتحاد الأوروبي الميثاق الأخضر، وذلك لتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الآن وحتى عام 2050 ميلادية، بحيث يصبح انبعاثات الغاز التي تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري 0%. ولكن طبعا هناك تمويل، وطبعا هذا في العديد من المجالات مشكلة التمويل. هل سيكون ذا جدوى اقتصادية أستاذ رجائي؟ تم بحث موضوع الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، وأيضا تأثير المشروع على البيئة. فبالتالي هناك بعض الأطراف، بعض الأوساط التي تتردد في المساهمة في بناء هذا المشروع، وهناك مشاريع أخرى استخدام الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية. سنأتي إلى هذه النقطة، وأريد منك أن تتفضل بالبقاء معنا، لكن قبل إثارة هذه النقطة ذكرت نقطة مهمة أستاذ محمد رجائي، تتعلق بربط الأنبوبين. في وقت سابق كان الحديث عن منافسة ما بين خط أنابيب نيجيريا، الجزائر، أوروبا، وهذا الخط الذي يمر عبر دول غرب إفريقيا. هل تعتقد أن هذه المنافسة ستدفع إلى تجسيد هذه المشاريع أم إلى تعطيلها مرة أخرى؟ أعتقد أنها ستعطل نوعا ما هذا المشروع، وذلك بسبب الخلافات كما نعلم بين الجزائر والمغرب، وليس هناك مصلحة للجزائر على سبيل المثال أن يتم بناء هذا الخط الجديد الذي يعتبر، البعض يتحدث عن تنافسية بين المشروع الموجود حاليا والذي والمشروع الذي ما هو قيد الدراسة والبحث، فبالتالي ستكون هناك صعوبات أعتقد في تنفيذ هذا المشروع الجديد، على الرغم من رغبة الحكومة المغربية الاستمرار في بناء هذا المشروع بالتعاون مع العديد من الأطراف، لا سيما دول الاتحاد الأوروبي التي لديها مصلحة في وجود هذا المشروع. أستاذ، كنا نتحدث عن هذه المشاريع، مشاريع الطاقة البديلة، ما رأيك في هذا المشروع الذي تم الإعلان عنه في تونس؟ هذا المشروع سيكون تكلفته مرتفعة، بعض الأوساط تتحدث عن 120 مليار يورو، وطبعا تونس ليست لديها الإمكانيات، الاتحاد الأوروبي كما ذكرت عبر سياسته في الوصول إلى صفر انبعاثات غازات التي تؤثر على ظاهرة الاحتباس الحراري من الآن وحتى عام 2050 ميلادية، لديه مصلحة في الاستثمار بهذا المشروع، ولكن التكلفة باهظة، ومن أجل طبعا هذا يعتمد على التحليل الكهربائي للمياه العذبة، فهذا يعني أنه يجب أن تكون هناك استثمارات من أجل تحلية مياه البحر، وأيضا بناء هناك مشروع بناء ألواح محطة لتوليد الكهرباء عن طريق الألواح الشمسية على مساحة تبلغ نحو 2000 كيلومتر مربع، وطبعا هذه أيضا تتطلب تكلفة باهظة. هل سيتمكن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية المعنية بإيجاد وتوفير هذه الأموال لتنفيذ هذا المشروع؟ هذا هو السؤال المطروح حاليا. طبعا من مصلحة تونس أن يتم الاستمرار وتطبيق تنفيذ هذا المشروع، لأنها ستستفيد من ناحية في استخدام الهيدروجين الأخضر في أيضا توليد الطاقة، وهناك استعمالات أخرى قد ينجم. هل تملك قاعدة وبنية تحتية تمكنها من استغلال هذه الطاقة، أم ستكون فقط محطة لتوليد الطاقة لأوروبا؟ هي في الواقع هذا يتطلب بنية تحتية كبيرة من أجل حتى من أجل التصدير لدول أوروبية، فبالتالي هذا المشروع أيضا سيكون صعب، ولكن ربما الحكومة التونسية الآن تحاول الاعتماد على دول الاتحاد الأوروبي والتفاوض من أجل توفير الأموال اللازمة، ولكن الشركة التي أو الشركات التي تشرف على هذا المشروع شركة مشتركة توتال إنرجي تستثمر 80%
من تكلفة المشروع، وأيضا مجموعة إيرين 20%، وهناك شركة بالتعاون مع شركة نمساوية شركة فيربوند. السؤال المطروح هو هل فعلا هذه الشركات ستجازف وتقوم بالاستثمار في هذا المشروع؟ ونحن نتحدث عن تعدد المشاريع أستاذ رجائي، هناك أيضا مشروع آخر تم الإعلان عنه في موريتانيا أكبر بكثير من هذا المعلن، وآخر أيضا كانت هناك محاولات في المغرب. هذا التهافت الأوروبي على منطقة شمال إفريقيا بالتحديد كمصدر للطاقة، هل هو مساعد أيضا في المنافسة، وهل سيحفز هذه الدول لتوجه نحو أن تكون قاعدة طاقية موثوقة؟ المشكل هو أن هذه الدول المعنية خاصة تونس دول أخرى لا تستطيع، أعتقد أنها سيكون بإمكانها المنافسة. يجب أن لا ننسى أن الصين أيضا تنتج الهيدروجين الأخضر، فبالتالي من ناحية كما ذكرتم البنية التحتية غير متوفرة، يجب إعداد وتهيئة كافة البنية التحتية المطلوب إقامتها وإنشائها من أجل تنفيذ هذه المشاريع. وأعتقد الآن هناك كما ذكرتم الكثير من المشاريع، ومصلحة الاتحاد الأوروبي تذهب نحو مساعدة والعمل على استبدال الغاز واستبدال مصادر الطاقة التي أصبحت الآن قليلة، خاصة بعد وقف استيراد الغاز والنفط من روسيا إلى آخره. فبالتالي لديها مصلحة من ناحية، ولكن من ناحية أخرى هل سيكون بالإمكان توفير الأموال اللازمة عندما يتم التحدث عن 120 مليار يورو لمشروع الهيدروجين الأخضر، عشرات المليارات الآن المشروع نيجيريا المغرب، بعض يتحدث عن 30 أو 40 مليار، وهذه الأموال أو هذه المبالغ قابلة للازدياد، المشاريع لن يتم تنفيذها مباشرة. فبالتالي هناك الكثير من الصعوبات التي تعيق هذا، بالإضافة إلى غياب الاستقرار في العديد من الدول من الناحية السياسية. شكرا جزيلا لك أستاذ محمد رجائي بركات، الباحث في الشؤون الأوروبية والدولية، حدثتنا من العاصمة البلجيكية بروكسل. شكرا جزيلا.